ابونا شكله بيموت خلاص. واه الله يخرب بيتك، ولادي هيموتوا من قلق. تلقاكم حتموتوا من قلق على ابوكم، ما تخافوش يا اولاد. دقيقتين هروح اشم 100 واحد واجي طوالي. ياه الصبح كان هيتخنا عشان طلبنا منه شويه حاجات. بذمتك مش لو كان ساعدنا كان زماننا دلوقتي بندعي له؟ ايه السواد اللي في قلبك ده؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا جوني حرام عليك. حبيبي الطيب الحمد لله قلبك كبير كيف جسمك. انا عارف انه كان بيزعلنا بس خلاص دلوقتي ما تجوش عليه غير الرحمه. خلينا نركزوا في اللي جاي. مين فينا اللي هياخد العموديه؟ يا ابن الكلب. انا طبعا. يا ولاد الكلب. لا انا. انت نسيت ان انا اكبر منك بدكتين؟ وانا اكبر منك بمترين. وانا خبت خبتين.